وين محمد؟ محمد محمد فهم عندك عندك والله انا بنصحهم للعالم كلياتهم سوريا بلدنا والله يخلينا اياها والله يديمها على راسنا وان شاء الله ازمه وبتزول باذن الله. نحن نقول السوريون مكانهم في سوريا، العمل لن يتوقف فقط عند وجودهم بمراكز مؤقتة للإيواء لحين عودتهم إلى مناطقهم بعد عودة الاستقرار إليها، وإنما هناك برنامج للتنمية الاجتماعية بحيث يمكن القول بأننا حققنا عودة آمنة بالإضافة إلى تنمية ليكون الإنسان قادر على بناء سوريا المتجددة. قمنا بإعداد مركز إقامة لائق يؤمن حياة كريمة للعائدين. نحن نضمن طبعا هذا ما أعلناه منذ البداية، نحن نضمن عودة آمنة لهؤلاء السوريين وإقامة بأماكن تليق وبأماكن تؤمن لهم حياة كريمة وإقامة لائقة. خالد عبد الحفيظ، خالد القصير، حمد الله على السلامة.